للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. رائد، أود تعليقك على أرقام التضخم التي صدرت الكور بي سي إي والهيدلاين بي سي إي. أتت الأرقام متماشية مع التوقعات، فما هي الآن توقعاتك لأسعار الفائدة لهذا العام؟ كم من الخفض نتوقع؟ متى؟ هلأ بالطبع نحن سكرنا الباب أمام أي رفع للفائدة. في شمال مارس ما في عندنا اي توقعات. بالنسبه للبيانات اللي صدرت اليوم ريما، نحن عم نشوفها انه لا زال هناك فسحه من الامكانيه او الاحتماليه ان يتم ذلك في الفيرست هاف او في النصف الاول من هذا العام، وبالتالي بيانات اليوم التي جاءت مطابقه للتوقعات نوعا ما خففت من الأثر، وهو أحد البيانات المهمة جدا التي يتابعها الفدرال الأمريكي، وهي البيرسونال كونسومبشن اكسبنديتشر أو مؤشر الاستهلاك الشخصي، أحد القراءات المهمة التي يهتم بها الفدرال الأمريكي في اتخاذ قراره القادم بتقليص أسعار الفائدة. عم نشوف عند 2.4% على القراءة السنوية، 0.3% على القراءة الشهرية. هذا يعطيني آمال كبيرة أن يكون هناك تقليص لأسعار الفائدة في اجتماع مايو، ممكن في النصف الأول من هذا العام، ومن ثم البحث عن احتمالية أخرى في اجتماع جون أو جولاي. هذا يعطي مساحة أيضا إلى أن يتم التقليص 4 مرات خلال هذا العام بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة يتم فيها التقليص. هذه هي الاحتمالية التي يسعرها الأسواق أو تسعرها الأسواق اليوم بعد البيانات التي صدرت في الفترة المسائية من الولايات المتحدة الأمريكية. طيب رائد، إلى سوق الأسهم، هل حان الوقت الابتعاد عن أسهم الماجنيفيسنت 7 والدخول في أسهم أخرى لديها فرص نمو كبيرة؟ يعني بالنسبة للماجنيفيسنت 7 اللي كانت هي اللي شايلة الأسواق الأمريكية بشكل كبير جدا خلال عام 2023، لكن يعني ريما نحن عم نشوفها لا تزال حتى اللحظة هي ذات الأداء المسيطر، وهي التي تعزز الأداء الإيجابي في الأسواق الأمريكية. وإذا نحن مقبلين على فترة راح يكون فيها أسعار فائدة أقل، فهذا يعني سياسة تيسيرية وتحفيزية وداعمة لأسواق الأسهم، وستستفيد على رأسها مثل ما شفنا اليوم كيف الداو جونز عم يتفاعل بهذا الشكل الإيجابي وعودة إلى الارتفاعات بعد تعثره في الاجتماعات أو في الجلسات القليلة الماضية، يعود مرة أخرى للارتفاع. هذا عم يعطيني زخم إجمالي إيجابي أنه نحن أسواق الأسهم ستستفيد بلا شك من هذا السياسة التحفيزية المقبلة إليها الأسواق الأمريكية. وعلى التحديد نتحدث عن السياسة النقدية في هذه قال ممكن يواصل جوجل ومايكروسوفت والسبع أسهم الكبيرة اللي هي عاد عم تشيل الأسواق الأسهم الأمريكية أداء إيجابي وممتاز خلال تعاملات العام الحالي 2024. طيب إلى الدولار، كان في مومنتم إيجابي على الدولار، الآن نرى بعض التراجعات على الدولار بعد صدور أرقام البي سي إي التي أتت تماشيا مع التوقعات. أنت بتتوقع يبدأ الخفض بمايو، فما هي توقعاتك للدولار لبقية هذا العام؟ المومنتم الإيجابي هل سيتوقف؟ أعتقد أنه يعني الترند العام يجب أن يكون ترند هابط، ممكن نحن نستهدف مستويات أقل من 101 وصولا إلى 100.50 بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي أمام السلة من العملات، لأنه نحن أولا نعالج أو نقيم إمكانية تقليصات أسعار الفائدة 3 إلى 4 مرات خلال هذا العام، توجه إلى أسعار فائدة أقل مع بقاء أسعار الفائدة ربما عند نفس مستوياتها في العديد من الاقتصادات المتقدمة، وهذا يعطي الأريحية والمجال لمزيد من الضغط على أداء الدولار الأمريكي في الفترة القادمة، خصوصا أنه كان مسيطر بشكل كبير جدا في ليتلي أو بنهاية العام 2023 وحتى مطلع تعاملات هذا العام. وحتى لما إجت بيانات التضخم من أسبوعين تقريبا أعلى بقليل من التوقعات، شفنا قوة وموجة صاعدة على أداء الدولار الأمريكي، ولكن مع بيانات اللي نحن شاهدناها اليوم عم نشوف تفاعل سريع، ضعف الدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه،
بالتالي من المرجح أن نشوف مزيد من التراجعات. طبعا لأن أرقام السي بي آي والبي بي آي التي أتت منذ أسابيع كانت تدعم سيناريو هاير فور لونجر، لذلك رأينا ارتفاع على الدولار. الآن صورة مختلفة بالنسبة لأرقام البي سي إي. طيب سأنتقل إلى اليابان. يوم سمعنا تصريحات من تاكاتا أحد أعضاء المركز الياباني تدعم قرب انتهاء الفوائد السالبة ودفعت بالين للارتفاع حيث وصلنا إلى دون 150. ما هي توقعاتك للسياسة النقدية في اليابان؟ السوق عم بيسعر 34% احتمال للرفع في مارس، سابقا كانت عند 21%. لا شك خلينا نفصل هون ما بين السياسة النقدية وما يحدث في الاقتصاد فعليا. ما شفنا موجة من الإيجابية والتفاعل الإيجابي جدا في الأسواق اليابانية وتشجيع من الصادرات. ما شفنا بيانات إيجابية بشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة من اليابان تدعم أنه في عندي أداء جيد للاقتصاد الياباني. وأسواق الأسهم اليابانية والنيكي 225 كان تشيرينج، يعني كان عم يعني أداؤه ممتاز جدا ونيو هيستوريكال هايز وقمم تاريخيه جديده. نعم. رائد الخضر عذرا على المقاطعه ولكن انتهى وقت البرنامج. رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في اكويتي جروب، شكرا على هذه المشاركه. شكرا جزيلا مشاهدينا للمتابعه، الى اللقاء.